السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. عدنا بعد غياب نوعا ما طويل، نشكر كل الناس اللي دعت لنا بعد ما كنا يعني في حالة مرض، وكل من اتصل بنا باش يطمن علينا، نشكر كل من ساندنا، نشكر كل من ساندنا وقف معنا. إذا بارك الله فيكم خوتي. صحيح غياب طويل نوعا ما، لكن الحمد لله عدنا بعد شفائنا من مرض اللي معروف، يعني مرض يعرفه كل جزائري الآن، اللي إن شاء الله الوباء هذا يروح علينا إن شاء الله، وإن شاء الله يزول ونرجع لحياتنا الطبيعية إن شاء الله. أول شيء قبل ما نبدأ في مواضيع اليوم، أول حاجة نترحموا على صحفي جريدة رئيس تحرير جريدة المحترف، سابقا صحفي في جريدة الخبر. إذا عدلان حميدشي توفى اليوم، رحم الله الرجل، ندعو له بالرحمة وإن شاء الله يصبر أهله، إن شاء الله ربي يصبر العائلة تاعه إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أول شيء نبدأ بخبر جديد من انستغرام اللاعب بغداد بونجاح، اللي نفي قاطع كل ما دار انه رفض عرض فرنسي وانه يتكبع بعض الصحافه الفرنسيه صورته، حسب ما ينقلوا مواقع جزائريه انه الصحافه الفرنسيه صورته على اساس انه رفض وتكبر على عرض لانس. اللاعب ينفي نفيا قاطعا، لا يوجد اي عرض من نادي لانس ولا من نادي فرنسي، ولم يرفض اي نادي. واصلا يعني صراحه نحضروا الحقيقه، عرض لونس ولا الانديه الفرنسيه ما تقدرش تعطيه المبلغ الكبير اللي راهو يتقاضى فيه، الاجره الشهريه اللي تقاضى فيها في نادي سد القطري. يعني صراحه الصالير تاعو كبير، يعني ممكن انديه انجليزيه، ممكن ان شاء الله نشوفوه يحترف في اوروبا. الشيء الاخر، الخبر المفرح ايضا اخر، هو خبر مفرح. أول خبر مفرح اللي سمعناه هو قضية انتقال غشة لنادي أنطاليا سبور التركي. هذا خبر جيد وممتاز من ناحية أنه عندنا لاعب جزائري يحترف في أوروبا، من البطولة الجزائرية يحترف في أوروبا. هذا راح يطلع المستوى لاعب، وراح ايضا يخلي اللاعب يتطور في الامكانيات نتاعو، وراح ايضا نشوفه ممكن غشا في المنتخب الاول، لما لا؟ يعني كل شيء وارد. جمال بالماضي فتح الابواب لكل اللاعبين بشرط انك تقدم المستوى، وخاصه تحتك في المستوى العالي في اوروبا. معليش مره هذه تركيا، من بعد الى زاد طور الامكانيات نتاعو فلربما روح ايطاليا او المانيا او اسبانيا او انجلترا. اذا شيء يفرح. احنا ماناش ضد اللاعب المحلي، احنا ضد انه اللاعب المحلي يتقوقع يبقى في البلاصه نتاعو ولا في المكان نتاعو، لما ذا بينا اللاعب المحلي يحترف في اوروبا، يزيد يطور امكانيات نتاعو، هذا الشيء اللي يشرف. ماناش احنا نقولوا كلش سيء، يعني سلبي سلبي سلبي، صح بطوله مش انا نهضر عليها، الجزائري كامل يعرف البطوله الجزائريه، لكن حاجه ايجابيه لما يحترف لها في اوروبا، هذا الشيء ممتاز، حاجه تشرف، حاجه تفرح. الشيء الاخر، سمعنا من الصحافه البرتغاليه جريدة أبولا، ذكرت أنه قادري وسط ميدان نادي بارادو مهتمة به نادي بورتو. هذا شيء شرف، شيء يدعو للفخر، يعني أنه عندنا لاعب البطولة يقدر يحترف في بورتو. مازالوا ما تفهموش، لكن حد الساعة حسب الصحافة البرتغالية جريدة أبولا تقول باللي نادي بورتو مهتم باللاعب قادري، لاعب وسط ميدان نادي بارادو. هذا الشيء ثاني يشرف، شيء منيح. احنا ماذا بينا يروحوا اكبر عدد من اللاعبين البطوله في اوروبا، علاش؟ باش يزيد يطلع المستوى نتاعهم، باش احنا ما نطيحوش يعني في موقع، نكونوا في موقع لو قدر الله المنتخب في السنوات القادمه، خاصه اللاعب الشباب السنوات القادمه، الجيل هذا راح يكبر، مش حيبقى محرز وفي رولي يكبر، ما تلقاش شكون الخليفه نتاعو. بصح عندك لاعبين البطوله يحترفوا في اوروبا، يزيد يطلعوا المستوى نتاعهم، يزيد يكتسبوا ويحتكوا بالمستوى العالي، ويكتسبوا مهارات، خاصة الجانب التكتيكي والجانب الانضباطي، لما يزيدوا المستوى البدني نتاعهم يزيد يطلع.
الفائده ترجع للمنتخب الوطني، ترجع للمنتخب الوطني، يعني شيء يشرف. رغم انه انا ضد فكره برك النفخ، ضد فكره النفخ. اللاعب يقدي في المستوى مليح خليوه، ما نزيدوش ننفخوه. اسمعنا زرقان مليحه انه احترف في شهر وحاجه مليح. اذا النفخ راح يضر اللاعب حقيقه. اللاعب سمعنا دورتموند، لايبزيك، اجاكس، سمعنا سالزبورغ، سمعنا يعني انديه كبيره اوروبيه، في الاخر راح مضى مع نادي شالوروا مرتبه 13. انا مانيش اللوم في اللاعب ولا العرض ولا النادي اللي راح له، بالعكس انا نفرح كي نشوف لاعب جزائري من البطوله راح يحترف في اوروبا. شيء يشرف وشيء يدعو للفخر انه البطوله نتاعنا راهي تخرج لنا لاعبين يحترفوا في اوروبا، زرقان او غير زرقان. لكن انا ضد النفخ فقط. اذا شيء نثمنوه انتقال زرقان لشارلوروا، شارلوروا شيء ايجابي ونقطه ايجابيه، وان شاء الله يطور مستوى، وان شاء الله شارلوروا هذه يعني انطلاقه فقط، راح تكون عباره عن ديماراج للانطلاقه. من بعدها ان شاء الله نشوفوا زرقان في انديه اوروبيه كبيره، سواء اجاكس ولا يعني خطوه بخطوه. رغم ان فقط ضد الاعلام اللي يضخم وينفخ وفي الاخير ما نلقاوش راح لدورتموند وما نلقاوش راح لايبزيغ وامضى في ان شاء الله. اذا بالتوفيق لزرقان ادم زرقان، بالتوفيق لي ان شاء الله قادري نشوفوه في الدوري البرتغالي، بالتوفيق ان شاء الله لغشة اللي راح تكون انطلاقه نتاعو ان شاء الله في الدوري التركي، وان شاء الله يروح من بعدها الانديه الاوروبيه لاكبر من نادي انطاليا سبور. اذا الاهلي المصري 10 كؤوس ما همش احسن منا، التسيير فقط المشكله نتاعنا في البطوله نتاعنا، التسيير. اللاعب الجزائري مهاري، احنا ماناش نكره اللاعب المحلي باش الناس تفهم، ولا ضد اللاعب المحلي، احنا ضد التسيير اللي خلى اللاعب المحلي ضعيف، خلاه ما يخممش على كره القدم ويخمم على اشياء اخرى. هذا احنا علاش احنا ننتقدوا ولا البطوله الناس بالله باللي نكرهوا اللاعب المحلي ونبغيو اللاعب المحترف ولا المغترب. المغترب محترف هنا في ذهنه، محترف في المعيشة نتاعو، ياكل مليح، يرقد مليح، يدير سبور، ما يسرقش في الاكزرسيس نتاعو. هذا واش نحوسو؟ نبغيو اللاعب نتاعنا نتاع البطولة نتاعنا يكون محترف. نفس الشيء رؤساء الفرق نتاعنا لازم يكونوا محترفين. النادي الأهلي فاش مش دار إعجاز علمي كبير ولا طلع القمر ولا أشياء بسيطة، احتراف، اسمه احتراف القلعة الحمراء ولا النادي الأهلي، احتراف. احنا لا غالب، احنا ضغطوا عليا الجماهير، عندي ضغوطات من الجماهير، ما نقدرش كذا كذا، ما نقدرش نلعب بالشباب. الاهلي مش بعيد علينا، تسير وتخطيط فقط. لما يكون عندك مثلا نقص في مناصب معينه، وسط ميدان ولا وسط ميدان استرجاعي ولا، مش عيب، روح اشري النادي الاهلي ولا ترجي ولا خاصه النادي الاهلي. لما يعود عنده نقص ما عندوش هذاك في البطوله نتاعهم ولا، يشري لاعبين افارقه مستوى عالي. احنا لا ما كانش، ما عندناش العقليه هذه للاسف، انه لاعب كيما بلحاش شكان لاعب وسط ميدان منتخب وطني اقل من 20 سنه ما عندوش عقد احترافي، ما عندوش كونترا لاعب سياسي تابع لشباب قسنطينه. اذا الحمد لله اللاعب امضى عقد لمده 3 سنوات مع نادي شباب قسنطينه وتم ترقيه نتاعو وطلعوه للفريق الاول. هذا خبر يفرح. علاش؟ لان اللاعب هذا فنان صراحه، شفناه في البطوله العربيه يلعب، يعرف يلعب كره قدم، لاعب وسط ميدان مليح يعني صراحه. لاعب كيما هذا فنان كيما هذا ما يلعبش في السياسي، هذا راجع علامه استفهام ايضا للتسيير. الاهلي ما دارش اعجاز علمي وما جاش التتويجات نتاعو من فراغ، عمل واحترافيه وتسيير. احنا للاسف ما عندناش الاشياء هذه. ان شاء الله انه رؤساء الفرق ياخذوا بعين الاعتبار هذه المشاكل هذه ويبعدوا منها ويهتموا بالشباب، وان شاء الله نشوفوا نادي جزائري يتحصل على دوري ابطال افريقيا شامبيونز ليغ ان شاء الله. اذا خبر اخر يخص لاعبين الدوليين الجزائريين، تالق اسماعيل بن ناصر المايسترو اسماعيل بن ناصر مع فريقه ميلان استعداد لانطلاق البطوله بمقابله وديه اللي فاز فيها الميلان، وسجل اسماعيل بن ناصر هدف ضد فريق نادي بروسيستو. اذا ان شاء الله هذه الانطلاقه وانطلاقه مبشره ان شاء الله لموسم ان شاء الله يكون استثنائي وموسم للتالق اسماعيل بن ناصر. نفس الشيء
اسلام سليماني، ولو انه رايي هذا شخصي يعني رايي خاص، انه نوعا ما نحس باللي كان اهانه نوعا ما لاسلام سليماني، رغم انه كان هو قائد الشارع تاع الكابيتانا يعني قائد الفريق، لكن نحس فيها اهانه انه عوار وشرقي ايكومبي يلعبوا ضد فولسبورغ، بينما السوبر سليم الهداف سبورتينغ لشبونه اسلام سليماني يواجه فريق متواضع، فريق فرنسي اسمه فيل فرانش، يعني صراحه الذي نشوف فيها قله تقدير ولا قله احترام، مونك دو ريسبي اسلام سليماني. هذا رايي الخاص، هذا رايي خاص. اذا اسلام سليماني يستاهل اكثر من هكا، لان لاعب من طينه الكبار، من هدافين واللاعبين المكافحين اللي خرجوا من البطوله وتالقوا في سماء الكره الاوروبيه. اذا بالتوفيق لكل لاعب جزائري من البطوله خرج واحترف في اوروبا، خاصه في انديه معروفه، ما تكونش انديه درجه ثانيه او درجه ثالثه، ولا بالتوفيق لكل لاعب من البطوله راح الانديه الاوروبيه في الصف الاول، يعني سواء بلجيكا، ايطاليا، المانيا، اسبانيا، برتغال، تركيا، كل التوفيق للاعب المحلي. ان شاء الله هذا فيديو قصير جبنا فيه بعض الاخبار الاخيره هذه، التقانا مع مزمنه فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.